اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة موصولة في الغداة والعشي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا محمد في جنان الخلد.